شياطين البحر. لقد أخذنا من شراسة الأمواج الغدارة شراسة لقلوبنا لنفتك بها كل التجار العابرين. غير آبهين بكل استنجاداتهم، إنما كان الذهب كل ما نراه ساعتها. الذهب، البضائع، المال. القرصنة حياتنا. صيد وفير هذا اليوم. هيا أيها الأوغاد، أنزلوا الأشرعة، جهزوا سلاحكم، هناك سفينة، جرجروهم كسابقيهم ولا تبقوا فيهم شيئا. هيا هيا أيها الأوغاد. هيا. إنها سفينة هندية محملة بالمتاع العماني. يا له من صيد وفير. هيا انهبوها. هذه تمور عمانية. ما ألذها يا رفاق. أيها الأوغاد، أيها الأوغاد، هناك سفينة أخرى، هيا لنصطاد، هيا هيا. أعز الله إمامنا غسان بن عبد الله، لم يعد ميناء صحارة كما عهدنا مركزا تجاريا فريدا، لم تعد ترسو سفن الهند وفارس وأفريقيا والشام والحجاز فيه. لقد صار المحيط أمامنا مخيفا ومرعبا، لقد زاد جور القراصنة فسلبوا السفن وسفكوا الدم، واليوم قد استولوا على سفينتين تجاريتين. لقد تلبست النفوس بالرعب، فلم يرغب التجار في عمان خوفا على أرواحهم. وقد بعث حاكم الهند الأعظم رسالة لك يستنجدك فيها على القراصنة. والله لا يهدأ لي بال حتى يصفو البحر من غدر هؤلاء الماكرين، فلنمضي إلى صحار ولا رجعة منها حتى الظفر وتخليص البحار من القراصنة. فلنعد قوتنا البحرية أيها الجند. اصنعوا سفن الشراء، فهي أسرع وأقوى لغزو القراصنة. أمرك يا إمام عمان، سنصنع سفن الشراء، فهي أسرع وأقوى لغزو القراصنة. سفن خشبية صغيرة، لكنها ستفوق القراصنة في المراوغة. سنمكر بهم. فليمضي جيش عمان في عرض البحر سعيا وراء القراصنة ولنصطادهم. سننشقهم بنبالنا التي لا تخيب. سنحاصر سفنهم المتراهلة والمكتظة بالكنوز والبضائع المسروقة، فلنخلص بحار المحيط من دنسهم، لا نبقي لهم باقية. استسلموا أيها القراصنة الأوغاد، استسلموا أيها السارقون. ها؟
هيا يا جيش عمان، عليكم بالقراصنة. بحمد الله إننا نحاصر سفن القراصنة. هيا احكلوهم، هيا دمروهم. المانيون قضوا على سفن القراصنة، ولم يبق في البحر سوانا وبعض السفن المتهالكة. سوف نريهم بأس القراصنة. إن سفنهم تقترب منا، لابد أنهم لم يعلموا من نحن. أحرقوهم بالنار، اهجموا عليهم. هيا أيها الأوغاد، مزقوهم. ها هي البحار تصبح قبورا لبعض جيشنا. البر والبحر سواء، بعض قواربنا تحترق. لقد ذكر القراصنة. أيها العمانيون، الله معنا، لا يخيفكم القراصنة. هذا بحرنا، حاصروهم من كل الجهات، فلنباغتهم ونخلص البحار منهم. دمروا سفنهم. تباً لكم، لا أحد يهزم القراصنة. إننا لا نموت، لا نموت. يا جيش عمان، عليكم بزعيم القراصنة، تمكنوا منه. لقد خلصنا بحرنا من شر القراصنة، فليعد ميناء صحار كما كان، ولتعد خطوط التجارة كما عهدناها. وها هي هدية من حاكم الهند لنا، نعرب عن امتنانه لعودة خطوط التجارة كما كانت. هديته سيف هندي أصيل نقش عليه: إذا بدا حد هذا الصارم الذكري، فقل أعوذ برب الجن والبشر. ستبقى عمان بلدا لا يرضى سوى بأمن بر وبحار المنطقة.